اهلا بكم ابراج هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21 من نوفمبر تشرين الثاني، وايضا القمر في برج الحوت بدرجه 9 يقترن مع كوكب زحل، وبالتاكيد يعني العلاقه الان ليست جيده في مجال ربما الاعمال الكبيره. ليش؟ انه القمر عندما يقترن في مع زحل يعني ربما ايضا بدايه، يعني نستطيع القول انه فرصه للطبيعه ان تاخذ يعني دورها. ليش؟ لأنه الآن الكواكب يعني لدينا 5 كواكب في أبراج مائية، وبالتالي هي فرصة لانطلاق الطبيعة تحديدا مع كوكبين في أبراج ترابية. إذا تبدو الأجواء بهذا الجانب أفضل. اليوم أشعة الشمس سبقت المريخ بدرجة، لكن التأثير السلبي للأسف باقي ويرافقنا إلى أن ينتهي هذا في 18 من كانون الأول 18 ديسمبر، حتى نستطيع إعلان أنه أنت انفك يعني أشعة الشمس من ربما مجارات ومسابقة كوكب المريخ. مولود هذا اليوم يحمل الخارطة الرقمية 393، التفاؤل، الحيوية، النشاط، سمة لهذا المولود وعدم الاستقرار أيضا قد تكون هي السمة الأوضح. ليش؟ لأنه كثير الفضول ومحب وشغوف جدا في الحياة. إذن الحمل هذا اليوم يشعر بتعب، يشعر بضغوطات وبمزاج غير رائق، ربما يعني يصاب بنوع من الخذلان هذا اليوم، وبالتأكيد عليك أن يعني أن لا يعني لا تهتم كثيرا، وهذه هي الحياة، فبالتالي عليك أيضا أن تستمر بمبادراتك. الثور ربما تستطيع يعني التواصل مع الآخرين، لكن بنفس الوقت عليك أن تتأكد من الأخبار التي تردك وتصلك باستمرار. وأيضا للأسف الشديد ربما يعاني أصحاب برج الثور تحديدا مواليد 18-19-20-5 من ضغوطات عاطفية هذا اليوم، وليست أجواءهم مريحة. الجوزاء تبدون بحالة ربما أيضا سلبية، شد، عدم ارتياح، شعور بالضغط. نحذر مواليد أيضا 18-19-6 من ربما الإفراط في مجال ربما يعني الأكل أو ربما إرهاق أنفسهم داخل مكاتب العمل. أصحاب برج السرطان وضع جيد وإيجابي ومشجع، وهناك فرص ربما مميزة لهم هذا اليوم في لقاء أحبتهم أو في الحصول على متطلبات سواء كانت شخصية أو مالية. أصحاب برج الأسد وضع ليس بالمريح، المصروفات المالية قد تكون هي الأعلى لكم هذا اليوم، وأيضا ننتبه ربما البعض قد يطالب ببعض الديون ربما ما حان وقت سدادها، فبالتالي عليكم أن تنتبهون لهذه النقطة. العذراء ليس من الأوقات الجيدة، بالعكس ربما هذا اليوم قد نتعرض لمواجهة وانتقاد، وربما أيضا قد نلام كثيرا في أماكن العمل، ونحذر في أماكن ربما العائلة مع الزوج أو الزوجة هذا اليوم. الميزان أيضا الوضع الصحي ليس بالمريح هذا اليوم، ننتبه إذا كنا أيضا نمارس أيضا ربما أعمال شاقة، ننتبه إذا كنا يعني في حالة إجهاد ونقود مركبات على الطرقات السريعة، وننتبه أيضا من خلال مراجعة ربما إلى يعني مشفى. العوارض التكوينية تنشط، وهي ليست أمراض بل ربما هي عوارض ربما تعترض يعني أوضاعنا النفسية. العقرب وضع جيد وأيضا في حالة مزاجية هذا اليوم، ويتأثر كثيرا من الجانب العاطفي مواليد 19 و20 أيضا نوفمبر. القوس في حالة سلبية هذا اليوم، في حالة مواجهة، في حالة تعب شديد نفسي وصحي. الجدي الوضع يعني ليس بالسيء بقدر ما يستطيع أيضا القيام بتغييرات ولقاء الآخرين، وأيضا ما ننسى أن أنت لا تزال تتحسن تدريجيا. الدلو وضع ماليا سلبي، قد نخسر فرصة مالية، ربما أيضا نتعرض إلى ضغوط كثيرة في مجال العمل، وأيضا قد ننتقل من عمل إلى عمل آخر. الحوت على الرغم أنه نتمتع بطاقة كبيرة هذا اليوم، لكن تبدو خطواتنا محدودة، وأيضا ربما في مجال السفر علينا أن نركز أيضا في أوراقنا الرسمية، قد أيضا نتعرض لها حالة من النسيان، لذلك ربما أن ننتبه لهذه الحالة. بعد حتى أنه بشكل عام هذا اليوم الاقترانات هي التي تسيطر على الأوضاع، وبالتالي المتلازمات ربما تكون لها أيضا دور سلبي، أكيد الله أعلم بذلك. مشاهدينا أعود للزملاء لكن بعد الفاصل.